كارنا في ارض الواقع وقادرين نكونوا في وسط السياسات العامه تاع البلاد. حنا صامته الى ناض تقالت كلمه الحق، الاغلبيه صامته الى وقفت. بالقضاء على التفاوت ان شاء الله الى وفقنا ربي ان شاء الله يوافق ربي وجا ربي ونوفي ونوفي. نحمل مشروع لإعادة الأمل، لإعادة بعث الأمل في أوساطهم، لإعادة بناء منظومة اقتصادية يمكن أن تخلق الثروة ومناصب الشغل، لإعادة بناء منظومة اقتصادية بنظرة استشرافية يمكن أن تلبي كل احتياجات الجزائريات والجزائريين، وبناء منظومة اجتماعية عادلة أين توزع خيارات خيارات هذا البلد بالعدل والمساواة على كافة المناطق الوطنية وعلى كافة الجزائريات والجزائريين. نحن نلتزم بإرساء مبدأ التضامن خاصة تجاه الطبقات المحرومة والطبقات الهشة. نلتزم ببناء منظومة اجتماعية مبنية على أسس العدل والمساواة وعلى أسس التضامن التي المعروف عنها كتقاليد في بلدنا. وهناك أيضا يعني مشروع يهدف للنهوض بعجلة التنمية وإرساء اقتصاد قوي خلاق للثروة ومناصب الشغل على المستوى الوطني، النهوض بقطاعنا الصناعي، النهوض بقطاعنا الزراعي، النهوض بقطاعنا الفلاحي، والنهوض بقطاعنا السياحي. الجزائر لديها الكثير من المؤهلات والخيرات الطبيعية التي من المولى عز وجل بها هذا الشعب العظيم وهذا البلد، لذا يجب أن نستغلها في حدود المعقول ونستغلها ونوجهها لتطوير البلد ولتحقيق الرقي والازدهار الاجتماعي.